السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معايا عطر من كريستين ديور، مش من اللي هو الجزء او اللي يعني ايه اللاين الخط اللي هو الرخيص شوية اللي هو في سوفاج ديومي انتنس، ده اللي هو برايفت كوليكشن اللي هو بيبقى ال ايه الجانب واخد اللاين او الجانب كده الغالي شوية، يعني عطورهم اغلى شوية. بيقولوا ان هي يعني من مكوناتهم انضف وانقى، فعشان كده ايه الاسعار بتختلف. يعني العطر ده اسمه اود اسبهان، طبعا من اسم عود اسبهان يعني عود، هو بيكون من عود. اللي انا ما كنتش اعرفه ان هو في منهم اتنين، حتى انا لما دخلت على فريجرانتيكا عشان اعرف يعني معلومات عن العطر عرفت، لقيت لما كتبت الاسم عملت بحث الاسم ظهر لي اتنين، ظهر لي عود اسبهان، واحد نزل سنة 2012 واحد نزل سنة 2018. انا ما يعني ما اعرفش الصراحة، بس ما اعرفش ان هم كانوا اصدارين، بس انا كنت اشتريت عطر من ديوب فبعتوا لي معاه اللي هو العينه ديت من اود اسبهان. ده اكيد طبعا مش من النسخه القديمه. الغريب ان هو اللي انا ما اعرفوش، ويا ريت حد يعني لو حد انتوا دراي انتوا على درايه بالموضوع دوت وعندكم اود اسبهان او تعرفوا عنه اكتر مني، فريت حد برضو يعني يكتب لي في التعليقات تحت في فرق ما بينهم، لان انا الصراحه انا ما جربتش القديم اللي هي النسخة 2012. العينة ديت لسه جايلي من تقريبا من اسبوع، فاكيد من الاصدار الحديث اللي هو نزل 2018 مش من الاصدار القديم. فلو حد يعرف اي اصدار يعني اي اصدار من اصدارات 2012 الاصدارات القديمة ياريت يكتب لي في التعليقات تحت وفي فرق ما بينهم ولا لا، لان انا ما جربتوش زي ما قلت، بس ده من الاصدار الاصدار الحديث يعني. ف استنى نرش كده. العطر ده جميل جدا الصراحه، يعني من العطور اللي هي اللي تخش قلبك، بس يعني انا كان ممكن تقول خذلني شويه لان من اسمه عود اسبهان، فيعني اول حاجه بتيجي في دماغك ان هو عود، فللاسف ما فيهوش عود. انا قلت ممكن كان يكون يعني الشركات الاجنبيه عامه ما بتعملش عطور قويه شويه لان مش هتتباع في اوروبا، لان الناس ما تحبش العطور القويه، العطور الغامقه يعني اللي هي الدنس، العطور اللي فيها عود تقيل مش هتبيع، يعني ما حدش هيشتريها لان الناس ما بتحبش الحاجات دي، بتحب الحاجات اللي فيها ايه ممكن مدخل، في مدخل عود يعني يا دوبك ايه بوابه كده بس بتاعت عود، انت يا دوبك ايه تعدي البوابه، يعني ما بيعملش عطر فيه عود كتير، لان الناس حتى لو انت استعملت لو انت بتحب النوع ده من العطور لما تستعمله الناس هتتخنق، الناس ما بتحبش النوع ده، ف وما بيجيبش مجاملات، يعني ممكن واحد في الالف لو حد يقول لك ريحتك حلوه، لما بتكلم على العطور اللي فيها عود تقيل ما سوقها ما بيمشيش في اوروبا. بس انا العطر ده خزان لان ما فيهوش عود، انا افتكرت ان هو فيه عود. هو ممكن تقول بكل بساطه في ورد، ورد مدخن، في حاجه زي ما يكون كده في لمسه بخوريه، تحس ان هو سيربي شويه، يعني تحس ان ايه شربات كده مسكر سنه بسيطه، وفي اخشاب يعني تحت لما تشم كده ممكن ايه تشم الاخشاب. فاللي انا عاوز اعرفه من الناس النسخه القديمه كان فيها ممكن العود اللي فيها كان ملحوظ، لان لما دخلت على الفرجان ده انا هحط لكم الصوره بتاعت العطر القديم اللي هو الاصدار القديم هحطها لكم فوق اهيت، واحط لكم النسخه الجديده، فلو هتشوف هتلاقي ان في فرق. النسخه القديمه فيها عود، النسخه الثانيه فيها اخشاب. اللي انا شامه هنا في النسخه الحديثه شامم ريحه الاخشاب، فيا ريت لو حد عنده النسخه القديمه يقول لنا الفرق ما بينهم ايه. هو الصراحه عجبني يعني، بس زي ما قلت هو خزلني بس في موضوع اللي هو الـ العود، لان انا كنت توقعت منه في عود، بس للاسف ما فيهوش عود، بس كريحه ريحه متقبله يعني متقبله من الناس، محدش هينفن من ريحه، ريحه جميله، بس من وجهه نظري ان هو العطر محتاج جو بارد، يعني لو استخدمته في فصل الربيع او فصل الصيف ممكن يحسسك يديك احساس ان انت عامل زي الست عجوزه في السن، يعني عارف العطور اللي ستك او جدتك او يعني الناس القديمه كانت بتستعمل عطور كده فيها لمسه كده ايه، يعني مسؤول عطور الحريم فيها لمسه كده من الورد، فيعني هي بتشم العطر تعرف ان هي في لمسه يعني ايه فينتج، حاجه قديمه كده. فده لو انت استعملته في فصل الصيف او يعني في درجه الحراره عاليه شويه فممكن يحسسك او يحسس الناس اللي حواليك يقول لك انت حاطط عطر بتاع ستك، فيعني ما انصحش بيه صراحه
فصل الصيف، من وجهة نظري ان هو في فصل الشتاء او في فصل الخريف ممكن العطر لما يكون الجو بارد في الشارع، العطر ممكن يديك يعني ايه يديك لمسة ساحرة كده. هو فواح الصراحة يعني، هو من ناحية الفواحين فهو عطر فواح، بس يعني لا يصلح باستخدامه في فصل الصيف. ده كان يعني رأيي، مش تقييم او مراجعة او حاجة، بس ده وجهة نظري يعني، انا ده رأيي الشخصي في عطر ديوس سوري ده عطر عود اسبهان من كريستيان ديور. فياريت حد يقول لنا تحت زي ما قلت الفرق ما بين القديم والجديد. بس كده، وهو ده رأيي، وياريت تبلغونا في التعليقات تحت ايه رأيكم في العطر، لو بتحبوه، لو بتحبوا اي عطر من البرايفت كوليكشن او يعني الستور او اللاين الغالي شوية بتاع كريستيان ديور. ياريت تقول لنا ايه العطر المفضل يعني بالنسبة لك، لان انا بكل صراحة عجبني منهم واحد بس، هو واحد بس العطر اللي عجبني منهم، غير كده اللاين ده يعني مش يعني مش من الحاجات المقربه لقلبي يعني. ده جميل جدا بس لما شميته مش اللي هو لا لازم اشتريه، لان يعني عجبني 100% لازم اشتريه. هو كويس وجميل بس على سعره الغالي ده وجهه نظري برضو لا ما يستاهلش الصراحه سعره العالي ده. لو نزل سعره ارخص شويه كان ممكن يبقى افضل يعني. بس برضو في من الشركة الأم، لما تعمل أوردر من الشركة الأم ممكن يجي لك حجم الأربعين ملي، يعني مش اللي هي اللي فيه 125 غالي شوية، ممكن تاخد حجم الأربعين ده كفاية. وتقريبا معرفش يعني هو تقريبا سعره عامل 100 يورو، بس معرفش عامل كام يعني في بلادكم. بس لو العطر عجبك خليك في حجم الأربعين، لان عطور كريستيان ديو خصوصا البرايفت كوليكشن ده مش استخدام يومي يعني. ممكن ده حاجه جميله كده ممكن تستخدمها للمناسبات، لو حاجه عجبتك منهم ده للمناسبات، ما ينفعش استخدام يومي. لو هو عجبك جدا اشتري 525 يعني. بس ده رايي بس كده، والسلام عليكم ورحمه الله.